من نسمته من بردا من بردا من بردا من بردا تحمل العمر تبدده تحمل العمر تبدده ما أطيبه ما أطيبه بدرا من بردا من بردا تحمل العمر. صباح الخير لكل حدا قرر انه يبدا نهاره برفقتنا ضمن مساحة صباحية جديدة رح نترافق فيها على مدار ساعة وربع من الوقت، ونكون خلالها برفقة ضيوف مختصين للمجالات بتهمكم وبتفيدكم بحياتكم اليومية. أكيد لكل أبطالنا المتواجدين اليوم لتأدية الواجب الوطني كل التحية لكم بصباح إن شاء الله بيحمل النصر والأمل الدائم بصمودكم وبطولاتكم. صباح الخير عن جديد لكل مشاهدي الإخبارية السورية وين ما كانوا عم بيتابعونا. يسعد صباحك سليم. يسعد صباحك فرح، وصباح الخير لكل مين عم بيتابعنا يوم بجدد برفقتكم مشاهدينا وين ما كنتم متواجدين، ورح تبدو نهاركم برفقتنا. مواضيع ان شاء الله يا رب تكون عناوينها مهمه ومن وحي حياتنا اليوميه، ممكن تكون معلومه واضافه جديده ليومنا. ولنبدا سوا صباحنا، فاصل وبنرجع. أكيد سلمى، اليوم بدنا نبدأ نهارنا مو بس بالشوبات اللي برا، لا في دائما سلمى رح نبدأ بجولة على أخبار غريبة حول العالم ما بين الغرابة والطرافة، مواقف كتيرة من تابعها مع بعض. بجولتنا المنوعة لليوم خبريات غريبة لكن ممكن مع الوقت تصير جزء من حياتنا اليومية. البداية من بومة المراقبة بحسب ما أطلق عليها مصمميها، فالشي المتداول بيننا بأنه البومة ممكن تكون رمز للتشاؤم، لكن اليوم ومع هالاختراع عيون البومة هي كاميرا بترصد التحركات وبتوثق الأحداث وبتخزنها بطريقة ذكية لتصير البومة شي مفيد اقتحم حياتنا. بيحلم يكون عنده سيارة، لكن الزحمة وصعوبة إنك تلاقي مكان لركنة ممكن يخليك تعيد التفكير. لكن مع هالسيارة الفردية لشخص واحد أنت قادر تلبي احتياجاتك وتتنقل بكل سهولة وبدون عناء أو حاجة للدوران لساعات لتلاقي موقف إلها. نوصل لدراسة بتهم صحتنا، حيث أشارت دراسة حديثة نشرتها الجمعية الأمريكية الطبية إلى دور القهوة الفعال بالحماية من خطر الوفاة المبكرة، فهي بتساهم بشكل كبير وأساسي بالوقاية من أمراض القلب وتقليل نسبة الكوليسترول.
والختام مع دراسة ممكن تكون إشارة تنبيه لكل حدا بيقعد لساعات طويلة. فالجلوس ليس عبارة عن راحة بشكل دائم، بل يمكن أن يكون سبب للإصابة بالزهايمر، وهو ما أكدته دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس. اكتشف من خلال الباحثون أن من يجلسون لساعات طويلة تكون لديهم المادة الرمادية في الفص الصدغي المتوسط أقل كثافة مقارنة بالأشخاص فوق ذلك، حيث اعتبر الباحثون بأن انخفاض هذه المادة يعتبر مؤشر أساسي للإصابة بالزهايمر. فانتبهوا كتير منيح، وبين كل ساعة وساعة حاولوا أنه تتحركوا بالمكان ولو بشكل بسيط. ابقوا بألف خير. فرح، وبعد هاي المعلومات اللي تعرفنا عليها لليوم بأخبارنا المنوعة، حنروح لجولتنا الصباحية أيضا وتوقف عند مجموعة من المعلومات اللي ممكن تمرق بتفاصيل حياتنا اليومية ونجهل حقيقتها بفقرة هل تعلم؟ معلومات كتيرة منحب نتذكرها، معلومات جديدة منجهلها ومنحب نتعرف عليها. علماً أن رموش عين الإنسان تتجدد دائماً، وهل تعلم أن سرطان الدم يستمر في الجسد عن بعد؟ يا والدة الإلهي ما أنك ينبوع الحي المتدفق بسخاء، وأخيرا هل تعلم أن الرسام المشهور بيكاسو استمر قبل أن يتعلم المشي، كما أن أول كلمة نطقها كانت قلما. أكتر شيء حبيته سلمى أنه الناس إذا لقيت محفظة ضائعة يعني ممكن يرجعوا إذا لقوا بقلبها صورة طفل. أي ممكن فعلا، يمكن لأنه الناس بيرتبط هذا الشيء معه بالمشاعر وبالذكريات الحلوة، بس إذا لقوا فيها مصاري أكيد ما لها يرجعوا حتى لو شافوا 100 صورة تانية. ممكن ترجع سلمى. خلينا نروح كمان لخبرنا أو تقريرنا اليومي، فسوى من قلب صفحات من روزنامة اليوم لنتعرف على الأحداث اللي صارت بمثل هاليوم بحكايتنا. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يترك بصمة في سجلات التاريخ ومنها ما يمر دون أي أثر يذكر. بمثل هذا اليوم من عام 1598، مسرحية تاجر البندقية للأديب ويليام شكسبير تدخل السجل الملكي بأمر من الملكة إليزابيث. في عام 1896، صدور العدد الأول من صحيفة الشام في دمشق والتي استمرت حتى عام 1908. وفي عام 1987 اغتيال رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي بإطلاق النار عليه في لندن، ما أدى إلى دخوله في غيبوبة حتى وفاته في 29 من آب في نفس العام. من الوجوه التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1887، غوستاف هيرتز عالم فيزياء تجريبية ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1925. وفي عام 1939 المطربة وردة الجزائرية. أما أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1936، أحمد عز الأعظمي كاتب وصحفي ومؤرخ عراقي. صباحنا لسه بأوله، يمكن سوا نشهد خلال ساعات القادمة على أحداث بتغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد.
فرح وسوا رح نقلب بصفحات شخصيتنا لليوم مع فنانة جزائرية الجذور والهوى. استطاعت بعذوبة صوتها وقوة حضورها أن تلمع بين نجوم الزمن الجميل. الفنانة الراحلة وردة الجزائرية وصفحات من حياتها بالتقرير التالي. على عيني يا حبة عيني جيالك هوا. وردة الجزائرية اسمها الحقيقي وردة فتوكي، ولدت في 22 من تموز من عام 1939 في فرنسا لأب جزائري وأم لبنانية. لها ولدان هما رياض ووداد. مارست الغناء في فرنسا حيث كان يشرف على تعليمها المغني الراحل التونسي الصادق ثريا، وكانت تؤدي خلال هذه الفترة أغاني أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ولعبد الحليم حافظ، ثم قدمت أغاني خاصة بها من ألحان أستاذها الصادق ثريا. زارت مصر في عام 1960 بدعوة من المنتج والمخرج حلمي رفلة، الذي قدمها في أولى بطولاتها السينمائية المضوى عبد الحامولي، ليصبح فاتحة إقامتها المؤقتة بالقاهرة. ولها أفلام أخرى: آي ليل، يا زمن، وحكيتي مع الزمن مع رشدي أباظة، وليا دنيا، صوت الحب. اعتزلت الغناء سنوات بعد زواجها، حتى طلبها الرئيس الجزائري هواري بومدين كي تغني في عيد الاستقلال العاشر لبلدها في عام 1972. بعدها عادت للغناء، فانفصل عنها زوجها جمال قصيري وكيل وزارة الاقتصاد الجزائري، فعادت إلى القاهرة وانطلقت مسيرتها من جديد، وتزوجت الموسيقار المصري الراحل بليغ حمدي لتبدأ معه رحلة غنائية استمرت رغم طلاقها منه حتى عام 1979. كان ميلادها الفني الحقيقي في أغنية أوقات بتحلو، التي أطلقتها في عام 1979 في حفل فني مباشر من ألحان سيد مكاوي. تعاونت وردة الجزائرية مع الملحن محمد عبد الوهاب، وقدمت مع الملحن صلاح الشرنوبي العمل الشهير بتونس بيك. بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا، بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي قربك دنيايا. في 17 من أيار في عام 2012 توفيت في منزلها في القاهرة إثر أزمة قلبية، ودفنت في الجزائر بحضور العديد من الشخصيات السياسية والفنية. تعتبر وردة الجزائرية واحدة من أهم فناني الزمن الجميل. أكيد سلمى، هلا رح ننتقل لمحطة كتير مميزة، واليوم رح ننتقل لمشاهدة أجواء القداس الإلهي الذي يقام في كنيسة بلودان، كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس، والتفاصيل أكيد مع موفدتنا سالي شاري. سعيد صباحك سالي، خبرينا عن الطقوس الروحية اللي عم بتزين كنيسة بلودان. صباح الخير لك فرح، صباح الخير لسلمى أيضا ولجميع مشاهدي الأخبارية السورية. نحن متواجدين بمنطقة بلودان في كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس. تم منذ قليل استقبال البطريرك يوحنا العاشر يازجي اللي عم يترأس القداس الإلهي، حيث تقام الصلوات والأدعية من المؤمنين من أجل سلام سوريا ومن أجل خلاص سوريا. استقباله من قبل لأهالي منطقة بلودان وأيضا الزبداني، وننوه أنه سيتم زيارة منطقة الزبداني، سيتم زيارة جامع الهدى في منطقة الزبداني وكنيسة سيدة الرقاد، كنيسة سيدة الرقاد اللي تعرضت للإرهاب أيضا في منطقة الزبداني، وجولة تفقدية للرعية. حاليا أجواء القداس
موجودة. كمان رح ناخد بعض المشاركين يلي تم استقبال أيضا البطريرك استقبلوه بالأهازيج. النساء استقبلت البطريرك بالأهازيج فرحا في بقدومه لمنطقة أبلودان. مرحبا. يعطيك العافية وأهلا وسهلا بالإخبارية السورية ببلودان، هذه المحطة الغالية كثير على قلوبنا لأنها الأصدق في نقل الحقيقة والخبر. كانت أهلا وسهلا فيك. خلينا نحكي شوي عن الأجواء اليوم الروحانية اللي اليوم الأحد واليوم البطريرك في زيارة لمنطقة البلودان وسيتم زيارة منطقة الزبدانية. قديش مهم هذا الشيء نحن في ظل انتصارات الجيش العربي السوري؟ طبعا هذا شيء مهم جدا، وصاحب الغبطة عندما يزور بلودان هذا يعني عم تشوفوا الاستقرار، ودائما عين الكاميرا هي الأصدق. شفتوا الاستقرار ورأيتهم الناس كيف مجتمعة، وفعلا يعني العرفان هو لجيشنا العربي السوري البطل، فلولاهم لما كنا في هذا الاحتفال، بل كنا أثرا بعد عين. ويعني منطقتنا كما ترون منطقة متآلفة، منطقة محبة، منطقة وطنية بغض النظر عن ما جرى في الزبداني وفي غير منطقة يعني، ولكن الحمد لله عدنا وتروا الآن الاستقرار والناس كيف مجتمعة. وأهلا وسهلا فيكم. شكرا كثير لك. حشود كبير اليوم عم نشوفها في كنيسة القديس جاورجيوس. أيضا رح ناخذ من بعض المشاركين. صباح الخير دياب أسيس من بلودان. أهلا وسهلا فيك. تخبرنا اليوم عن أجواء الصلوات، هلا استقبلنا البتراك وحاليا ترفع الصلوات من أجل السلام. فيكن وفيه سيدنا البتراك ركن من أركان سوريا يعني، والحمد لله عمل واشتغل وناضل في سبيل أنه هالبلد. أكيد قديش مهم اليوم إقامة هيك صلوات في ظل انتصارات الجيش العربي السوري على جميع الجبهات. جبهات يحفظ لي عينه هذا الجيش العربي السوري. لولا الجيش العربي السوري شو صار فينا؟ مين كان بده يحكمنا؟ مين كان بده يحكمنا؟ النصرة ولا حزب؟ أكيد بفضل انتصارات الجيش العربي السوري نحن باقيين. شو بدك تقول اليوم من كنيسة القديس جاورجيوس من بلودان لكل اللي عم يتابعنا حاليا؟ نحن بنشكركم أول شيء، بنشكر سيادة الرئيس بشار الأسد، اسلم لي عينه، هو اللي رفع رأسنا عاليا بكل أنحاء العالم، وتكالبت علينا الدول، والحمد لله استطاع انه يوصلنا لبر الامان. شكرا كثير لك وصلوات مقبوله. مرحبا. اهلا مرحبا، الله يعطيكم العافيه واهلا وسهلا فيكم. حضرتك من اهالي بلودان؟ اهالي بلودان، واليوم نحن بركه كبيره ان هالقداس الالهي اللي مشترك فيه كافه الفعاليات، حتى مديريات الاوقاف كلهم موجودين بالكنيسه والبلديات وكل الفعاليات في بلودان والزبداني ومنطقه الزبداني. شكرا كثير لك. اكيد جميع الصلوات مباركه من اجل سلام سوريا. مثل ما عم تشوفي فرح سلمى، الاجواء اليوم اجواء الروحانيه اللي عم بتعم هيدي المنطقه اجواء جميله. نحن بحاجه للصلوات، بحاجه للادعيه، وخاصه في ظل الانتصارات على اللي عم يحققها جيشنا الباسل. رح نبقى شويه باجواء الصلاه، ولكن رح نرجع نذكر انه البطريرك يوحنا العاشر سيتفقد الرعية في منطقة الزبداني في كنيسة سيدة الرقاد، وطبعا في جامع الهدى يلي تعرضوا اثنيناتهم للإرهاب، ولكن بفضل انتصارات الجيش العربي السوري جميع المناطق ستعاد وسيعيدون أعمار أهالي منطقة الزبداني. وأيضا بهمة جيشنا الباسل ستتحرر كل شبر بأرض سوريا. رح نتابع شوي أجواء القداس. شكرا. أكيد نتشكرك زميلتنا سالي شار، كنتي معنا من بلودان وتحديدا من قديسة من كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس. بدنا أكيد نحن نشكر جميع السوريين يلي اليوم عم يرفعوا صلواتهم بتلك اليوم، عم يدعوا دائما لسوريا وطننا الغالي، وعم يرفعوا الأدعية لأبطال الجيش العربي السوري.
أكيد فرح، نحن عم نتابع وتابعنا مع مشاهدينا أجواء الصلوات الروحانية داخل الكنيسة، إن شاء الله يا رب دائما النصر لجيشنا وبواسلنا بكل الجبهات، وأكيد سوريا منتصرة بفضلهم. أكيد سلمى. منروح كمان لفقرتنا الأولى، فالحرارة العالية، المكياج، التعرق، كلها عوامل ممكن تترك أثرها على بشرتنا، لكن نظامنا الغذائي له حصة كبيرة بهي الصحة أو حتى بالمشكلات اللي ممكن نعاني منها. فرح، لهيك التغذية وانعكاسها على صحة البشرة هو عنوان فقرتنا لليوم مع دكتورة صفاء الشيخ، أخصائية بمجال التغذية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح النور. يسعد صباحك عن جديد وأهلا وسهلا فيك. يعني مثل ما حكينا بالبداية، كثير من العوامل بتأثر على بشرتنا، أولى هي العوامل هي التغذية. شو بتشوفي أنه التغذية المناسبة أو حتى المشكلات يلي ممكن تعاني من البشرة بسبب التغذية؟ كثير في عنا مشكلات شائعة عم نشوفها بشكل يومي، وكل ما كان في عنا تماس أكثر مع الأشخاص عم نشوف قديشها منتشرة، مثل عنا حب الشباب والبثوريا اللي بتطلع بالوجه، مثل عنا المشكلة اللي كثير ناس بيعانوا منها جفاف البشرة، مثل ما في عالم تعاني من بشرة دهنية في ناس تانين بيعانوا من بشرة جافة. وبنفس الوقت في عنا ظهور للتجاعيد بوقت كثير مبكر، يعني نحن كنا من قبل تشوفي والدتك أو الأقرباء الكبار بالعمر بيوصلوا للأربعين خمسين وهنا ما عندهم تجاعيد بالوش. هلأ عم نلاحظ لأ وجودها بشكل مبكر، والكتار من الأشخاص وخصوصي السيدات بيلجأوا للبوتوكس، للفيلر، للأشياء اللي عم ترجع شوي النضارة عكس ما كانوا أهلينا من قبل. طبعا هذا أكيد له دور كبير بالتغيرات يلي عم بتصير هلأ بنظامنا اليومي من الناحية التغذوية ومن ناحية النشاطات والسلوكيات يلي عم تساوي، بنعكس سلبا للأسف على صحة البشرة عنا. أكيد. يعني صفاء، كنا عم نحكي قبل ما نبلش حوارنا تحت الهواء عن حتى البيئة المحيطة فينا قديش صار تتأثر، يعني صرنا نشهد ارتفاع كبير بدرجات الحرارة خلال هاي الفترة، هذا الشيء قديش بيأثر على البشرة، كمان يمكن طريقة النمط الغذائي اللي رح نحكي أكثر بالتفصيل عنه. تماما. هلأ كتير الدراسات توجهت نحو بثور الشباب، الحبية اللي بيطلع بالوجه وخصوصي بفترة المراهقة، سووا أكثر من دراسة وجدوا أنه لما طبقوا نظام قليل بالسكريات على مجموعة من الطلاب المدارس اللي هن بعمر 15-18 بالثانوي، وجدوا أنه نظام غذائي قليل بالسكريات وعالي بالدهون الصحية أدى لانخفاض بمستوى حب الشباب يلي عم يطلع عندهم بالوجه. كتير أنا بيسألوني إنه معقول حاطتيننا مكسرات بالنظام تبعنا لخسارة الوزن، إنه دهون ما بتأثر على الوزن على البشرة؟ بالعكس، أنا عندي الدهون الصحية هي الحل لمشاكل البشرة بعكس الدهون غير الصحية. الدهون الصحية تماما. كيف، شو يعني دهون صحية؟ هلأ عندي أنا المكسرات النيئة بتتضمن الجوز، اللوز، بذر دوار الشمس. هلأ هذا كتير صحي، يعني هو كتير غني بالفيتامين إي وفيه الدهون الصحية، فهدول بيعملوا ميكس مع بعض كتير بيعالجوا عندي مشاكل البشرة. فإذا بدنا نحكي عن الغذاء ودوره ببداية بحب الشباب، فكتير نحن بننصح الأشخاص أنه يقللوا السكريات، يقللوا كمان تناول منتجات الألبان، وخصوصي هلأ منشوف السيدات قبل الطمس ممكن تكون البشرة عندهم حساسة أكتر، فبهاي اليومين قبل الطمس يكون في عندي أنا نظام قليل بالألبان، لأنه هذا الشيء عم ينعكس سلبا على صحة البشرة وخصوصي الحليب. هلأ منجي كمان الخبز ومشتقاته كتير إلى دور سلبي بالبشرة، يعني منشوف الأشخاص يلي بيبتعدوا عن الخبز، عن البرغل، عن المعكرونة، هدول الأشخاص بشرتهم فيها نضارة وحب شباب أقل من الأشخاص يلي لا نظامهم كتير فيه خبز. بغض النظر انه نحن عندنا الخبز الاسمر صحي والخبز الابيض غير صحي، بس الخبز بشكل عام هو بيأثر سلبا على بثور بتطلع بالوجه، فهي كمان بدنا ننتبه عليها. الكركم كتير ماده مفيده للبشره، بتعالج عندي الالتهاب. هلا انا عندي حب الشباب بيطلع بالوش بترابط باكثر من شغله،
تمام من اكثر من سبب. عندي الالتهابات يلي بتصير بالجسم بتنعكس سلبا على البشره، عندي الخربطه بالهرمونات، وعندي كمان التلوث. فالمقدمه كانت عن التلوث قديش هو بيلعب دور سيء بالبشره. في عندي انا الهرمونات، لهيك نحن بنقول اتباع نظام غذائي قليل بالدهون غير الصحيه بياثر ايجابا على نضاره البشره. عندي الكركم بيعالج مشكله الالتهابات يلي بتادي عندي لبثور الوجه. فهدول يعني ترابط كامل بيناتهم بالنسبه لحب الشباب. هلا لما بدنا نحكي عن ظهور التجاعيد المبكره، نحن بدنا نحكي عن نظام غذائي قليل بفيتامين اي عم بيسبب عندي تجاعيد مبكره بالوجه. شغله ثانيه، انا فيتامين اي لازم دائما اخذه مع ماده دهنيه، لانه هو من الفيتامينات اللي بتنحل بالدسم. فلهيك لما بقول انا عن بذر دوار القمر او الافوكادو، هدول فيهم نسبه عاليه من فيتامين اي وبنفس الوقت فيهم دهون صحيه، فهيك انا بخلي الجسم فورا يمتصهم ويستفاد منهم. كرمال هيك نحن بنقول الشيء اللي بدنا نستفيد منه يكون عم ناخذه فمويا، الجسم بيمتصه بطريقه صحيه اكثر من اني انا احطه موضعيا. اكيد الاستخدام الموضعي لهي الفيتامينات اكيد هو مفيد، بس نحن بدنا نركز انه نكون عم نتناولهم بشكل كافي حتى ينعكس ايجابا على صحه البشره. نعم، هلا حكينا شوي نحن بالعموميات سواء عن التجاعيد سواء عن البثور وحب الشباب، خلينا نحكي نضاره البشره، نحكي بشكل تفصيلي عن الاغذيه اللي بتنصحي فيها والمشروبات كمان اللي بتحافظ على نضاره البشره، ما بيكون عندنا هي البشره الهرمه التعبانه اللي قبل بوقتها مثل ما حكيت. صحيح، هلا كثير مهم كنظام يومي خلينا نقول نتبعه انه في الصبح يكون في عندنا كاسه من المي مع اي شيء فيتامين سي، يعني سواء انا حطيت بقلبها ليمون او حطيت بقلبها برتقان او فواره فيتامين سي تكون على الريق، كثير بتعطي نضاره للبشره لانه حيمتص الجسم بشكل اسرع بما انه هي حتكون على الريق. او لما نحن بنعمل العصائر الديتوكس كمان شربها على الريق كثير بينعكس ايجابا على صحه البشره. ما ننسى قديش المي والسوائل لها دور كثير كبير بترطيب الوجه عنا، وخصوصي للاشخاص اللي بيعانوا من هالات سوداء، كثير وجدت دراسات انه هن بيكونوا عم يتناولوا كميه كثير قليله من المي، كمية كتير عالية من الكافيين. فكمان شرب الكافيين الزايد وخصوصي على الريق للأسف بينعكس سلبا على صحة البشرة. وهي المشكلة اللي كتير منا بيعاني منها، أنه ما بيقدروا يتخلصوا من فنجان القهوة على الريق. فنحاول يكون في قبله ولو كاسة مي مع فيتامين سي سواء مكمل أو ليمون أو برتقان، فهذا شيء كتير بيعطينا دفعة حلوة للبشرة لحتى هيك ترجع تتجدد. ما ننسى أنه تناول الخضرة والفواكه بمقدار 4-5 حصص يومياً من الخضرة وحصتين لثلاثة من الفواكه كتير بيعطيني نضارة للبشرة، لأنه هن غنيين بالفيتامينات بالأحماض الدهنية. لما بنحكي نحن عن الأفوكادو، هدول كلهم حيعطوا انتعاش للبشرة، وعن جد بتصيري بتحسي الأشخاص بدون ميك اب هن في عندهم لون حلو بالبشرة. تمام، هلا لما نحن بدنا نحكي عن جفاف البشرة واللي هي بتعطيني مظهر مو حلو، هو بيكون ناتج عن نقص الأحماض الدهنية. فنحن كمان ما ننسى نتناول الجوز، المكسرات، مو شرط نحن نحكي عن أنواع الكتير غالية، نقدر ناخذ الجوز بذر دوار القمر طبعا، بس يكون وغير يعني ما نو محمص وما نو ملح حتى نحن ما ناخذ مفعول عكسي له، ناخذهم هدول هلا بيجيبوا كيس بذر وبيقعدوا عليه. تمام، لا هلا انا بكفيني باليوم 4 معالق طعام من بذر دوار القمر يكون ني ما نو محمص، هدول حيعطوني الفائده. طيب كمان خلينا نحكي عن عادة يمكن بنشوفها شوي بتتغير بالصيف اللي هي النوم. الناس بالصيف بتسهر كتير، يمكن يتغير حتى وقت فئتها، قد النوم وساعات النوم بتأثر على البشرة، وشو هي الساعات اللي لازم الإنسان ينامها يوميا حتى يحافظ على نضارة بشرته؟ كتير سؤال حلو، لأنه بيقولوا لك أنه أنا عم نام 6-7 ساعات، طب هدول مو مناح؟ كتير مناح، بس أي مت عم تناموا؟ يعني كتير من الأشخاص اللي ما عندهم شغل بالصيف بتناموا 4 الصبح أو 5 الصبح وبفوق الظهر. هاي الفترة من النوم هي الفترة الغير صحية للجسم، وخصوصي إذا بدنا نحكي كمراهقين. يعني هرمون النمو أنا عندي ما بينفرز إلا بالساعة من 12 بالليل للـ4 الصبح، فلازم نحرص أنه الأطفال يكونوا عم بيناموا بهاي الفترة حتى يكون عندهم نوم سليم، نوم عميق، ونفس الوقت يأثر إيجابيا على هرمونات النمو والهرمونات الجنسية يلي بتكون عم تتغير وبتكون بالطور الارتفاعات والانخفاضات
بفترة المراهقة، فهي فترة كتير مهمة نحرص فيها على النوم، نخلي الأطفال يسجلوا برياضات لأنه هي كتير بتلعب دور إيجابي. إذا بدنا نحكي عن مراهقين بالـ13 للـ15 كتير عم نشوف بلوغ مبكر عندهم، فنبلش نعطي الأطفال بهاي الفترة مثل ما حكينا مي كافية، عصائر كافية طبيعية طبعا، تكون قليلة بالسكريات لأنه مثل ما حكينا السكر بيلعب دور سلبي بالجسم لبصور الوجه، النوم الكافي، وبنفس الوقت نسجلهم برياضات مثل السباحة، السلة، الفوتبول، هدول الأولاد بحبوهم، بنفس الوقت ما نعرف قديش هن مهمين لصحتهم. نعم. وأنا كل ما كانت عندي الهرمونات متوازنة بالجسم كل ما انعكست إيجابيا على الخارج بنهاية الوش أو حتى الظهر، بنشوف في أوقات هو بثور، هدول مراية الجسم الجوانية. أنا كل ما كنت مهتمة بجسمي من جوا كل ما كان هذا الشيء منعكس على صحة البشرة والجلد. نعم، عم نشوف انه يمكن في ترابط بين صحة الجسم وصحة البشرة، يعني الجسم بشكل عام بيحتاج للمي، بيحتاج للنوم، بيحتاج لكل هي التفاصيل يلي كمان البشرة بدورها بتحتاجها، الرياضة يلي دائما بننصح فيها مثل ما حكيتي المراهقين كمان البالغين كمان الشباب، كلياتنا بنحتاج للرياضة لجسمنا لنحافظ على حياتنا بشكل طبيعي وصحي. البشرة شو حاجتها كمان للرياضة؟ هلا للكبار الرياضة كتير مهمة، وخصوصي انه هي فيها تجديد للدورة الدموية، الخلايا عندي بتتجدد بشكل تلقائي وبشكل طبيعي، فهذا الشيء بيخلي عندي الشيخوخة تصير متأخرة أكثر، يعني ما أشوف علامات الشيخوخة أنا بالوجه. كتير شغلة مهمة بدي أنصح فيها الأشخاص، منشوف بالجيم الصبايا بيتمرنوا وهن في على وشهم طبقة من الفونديشن أو من واقي الشمس، كتير هذا الشيء خاطئ. أنا البشرة لازم عندي تتنفس، كل السموم والدهون تطلع من البشرة مع التعرق، واللي هو عادة كتير صحية، يعني ننتبه كتير لهي القصة. نروح على الجيم البشرة عندي نظيفة، أنا بس أطلع من الجيم برجع بحط واقي الشمسي، حتى أنا أعطي الرياضة الشيء الإيجابي وقلل من الآثار السلبية، لأنه بالعكس أنا إذا ما عم بسمح للبشرة أنه تتنفس عم يتراكم عندي الإفرازات الدهنية. فكتير شغلة مهمة، دائما نغسل الوجه بالمي، وقت نرجع على البيت يكون في عندي غسول، ومو شرط أنا نقي الكريمات الغالية كتير لأنه هي حتفيد البشرة، بالعكس هلأ كتير نحنا فينا نعمل تونر ظريف بالبيت، نعمله من الخل نمدده بالمي مع شوي من ماء الزهر، هدول كتير حيعطوني فوائد للبشرة أكتر يمكن من أكتر من الكريمات أو التونر، يعني نحنا منجيبه جاهز ما كتير منعرف شو التركيب اللي فيه. فنحنا نخلي عندي معلقة صغيرة من الخل مع كاستين من المي وشوي من ماء الورد، هدول كتير بيعطوني نضارة للبشرة، أنا دائما غسل وشي فيهم وبعدها بقى برطب بالشي اللي انا بديها. وصدقيني اي شيء نحن عم نجيبه براندات كتير مميزة هي كلها مصنوعة من اشياء طبيعية، من زيت جوز الهند، من زيت الزيتون يلي هو كمان كتير مهم للبشرة. طيب صفاء، حكينا او مرينا هيك مرور سريع على المي، يمكن المي هي من اهم شيء لجسم الانسان بشكل عام وبس للبشرة، في ناس بتقول انه بتستعيض عن عدد كاسات المي يوميا بمشروبات تانية، هل هذا الشيء صح؟ وجسم مثلا اذا بحاجة هو للتر او لتر ونص بيكفي يشربهم باي شيء ولا لازم حصرا بالمي؟ وجهتي نقطة كتير مهمة، لأنه الأشخاص بيفكروا أنه بدي سوائل، يلا ممكن أشرب متة، ممكن أشرب شاي أخضر، ممكن أشرب مشروبات فيها منبهات أو فيها كافيين، هذا الشيء كتير سلبي ومعاكس تماما لفعل المي، يعني أنا المي ما حأستفيد منه أبدا لما بيكون داخل فيها كافيين، لأنه أنا عندي مفعول عكسي أنه هي بتسحب السوائل من الجسم. هل بتعرفي مين بلاقيها كتير مشكلة؟ الأشخاص اللي عندهم رمل أو حصى، بيقولون دكتور أنه يلا لازم تشربوا سوائل، فهنا بيشربوا سوائل فيها بيشربوا كفين. شاي أو متى بكميات كتير كبيرة أنه سوائل، هون بقى منشوف عندهم الآثار السلبية لهي المشكلة. نحن لازم نشرب المي كمي عادية، ممكن نقول أنه الحليب واللبن والعصائر الطبيعية يعني بتلعب دور المي، نفس الشيء هي سوائل، بس أكيد ما في شيء بيغني عن المي وخصوصي هلأ بالصيف. وشغلة مهمة ما نتذكر نشرب المي وقت منعطش، أنا وقت بعطش بيكون في عندي مؤشر بالجسم أنه أنا صار في عندي تجفاف، فأنا لازم أشرب مي بشكل دوري وما أوصل جسمي لمرحلة العطش.
هاي كتير مهمة. ومثل ما حكينا نضيف الخضرة والفواكه للمي بطريقة انه تعطيني فيتامين اكتر. ننتبه انه لما احنا عم نضيف الفواكه للمي انا عم ينتقل عندي جزء من السكريات للمي، فبصير بقى هي معدودة، يعني نحسب الكربوهيدرات والكالوريز اللي فيها. كمان ما فينا ننسى انه الكلام اللي بيكون شائع سواء بين السيدات او حتى بين الشباب سلمى، انه دائما الصبية لما بتبلش بعمر 30 لازم يكون عندها عناية خاصة، لازم تستعمل الكريمات، لازم دائما يكون في عناية، ان كانت عناية صباحية وان كانت عناية قبل النوم. قد ايه هذا الشيء صح؟ وشو النصائح اللي بتوجهيها لكل الصبايا بهذا العمر؟ هذا الشيء اللي نحن بنقوله روتين يومي للعناية بالبشرة. بس عن جد مثل ما حكيتي الكريمات اكيد لها دور ايجابي، بس كتير مهم الشيء اللي نحن عم ندخله لجسمنا يكون صحي. فنبلش بمي مع فيتامين سي. يكون في انا عندي مع كل وجبة باكلة خضرة، نحاول ننقي الخضرة الموسمية، ما ناخذ الخضرة الغير موجودة بموسمها فبدها تكون بلاستيك. ننقي الخضرة الموسمية. يكون انا في عندي يوميا مكسرات صحية، يعني اذا بدنا نحكي عن الجوز فهو 3 حبات كاملة من الجوز. يكون في عندي زيت زيتون انا عم حطه فريش على السلطة. بذر الكتان كتير رائع لانه هو فيه الاوميجا 3، فيه الاحماض الدهنية يلي البشرة كتير بتحتاجها لنوقيها من التجاعيد، وخصوصي اذا عم نحكي فوق 30. البذر الكتان ينطحن بشكل يومي، نحطه على السلطة، نحطه على اللبنة مثل ما منحط حبة البركة مع زيت الزيتون. هدول كتير بيعطوني نضارة. لاحظت على حالي وبعدين لاحظت على المراجعين عندي بالعيادة، لما بلشنا نستخدم بذور الشيا مع بذر الكتان قبل النوم كتير انعكست إيجابيا على صحة البشرة أو على اللمعة الحلوة اللي فيها. في فرق بين اللمعة الجاية عن ترطيب داخلي وبين اللمعة الجاية عن بشرة دهنية. هي عن جد ببلش الأشخاص يشوفوا الفرق لما مندخل بذور الشيا مع بذر الكتان مع المي بشكل منتظم، كتير لهم آثار إيجابية. هلأ هي نوع من نحن بنقله بعالم التغذية سوبر فود، في بقلبها بروتينات كافية، في بقلبها أحماض دهنية وألياف كتير بتساهم عندي بنضارة البشرة، لأنه أنا عندي بتنظم ارتفاع مستوى سكر الدم الألياف. فهذا الشيء مثل ما حكينا ببداية الحلقة، كثرة السكريات بالجسم بتأثر سلبا على البشرة. بيقدروا يلاقوها الأشخاص بالبذورية، ما كتير لسه منتشرة بس مع حتنتشر أكيد بشكل أوسع. كيف استخدامها حتى الأشخاص يعرفوا كيف يدخلوها؟ بذور الشيا لازم تنقع بشي ولو مدة 2 ساعة، يعني فينا ننقع نحنا باللبن بالحليب أو بكاسة عصير فريش، نحطها ونغطيها مدة 2 ساعة حتعطيني قوام هلامي. هذا القوام كتير بفيد الأشخاص لما بيعانوا من الإمساك. كتير بتشوفي الأشخاص اللي عندهم إمساك بشرتهم كتير بتكون تعبانة، لما ببلشوا يعالجوا هاي المشكلة كتير بتنعكس إيجابيا على البشرة. فالبذور الشيا كمان بتلعب دور كتير حلو بهاي النقطة. فهي عبارة عن خطوات بسيطة نحنا نعملها بنظامنا اليومي، من زيت الزيتون للكركم. ما ننسى قديش مهم نحطه على كل شيء نحنا بنطبخه، أو نعمل مشروب خاص نساوي فيه كركم، نحط معه الشاي الأخضر. حتى إذا بتشوفي كتير في كريمات مصنوعة من الشاي الأخضر، على قد ما فيها مضادات أكسدة بتلعب دور إيجابي بصحة البشرة وقايتها من الالتهابات يلي بتعمل عندي منظر مو حلو بالوجه. فدائما كل شيء نحن بنشوفه مكتوب على البراندات المهمة نقدر انه نساويه بالبيت، وبيعطينا كتير بلاكس نتائج احلى. اكيد يعني معلومات كتير اليوم عطتينا يا صفاء، نتشكر وجودك معنا، وان شاء الله يا رب يكون كل الصبايا والسيدات اللي حضرونا استفادوا منها. شكرا لك. أكيد نشكرك كمان صفاء مرة تانية، ونحن دائما بنتمنى نأخذ منك هي المعلومات اللي قد ما كانت بسيطة قد ما كانت هي مهمة وبتصير معنا هي نظام يومي ياريت دائما نعتمد عليه. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لك. فرح لحروح بمحطتنا التالية مو بعيدة عن الطبيعة لزراعة الكرز، واحدة الزراعات اللي بتشتهر فيها منطقة القلمون اللي بتتميز بمناخها البارد، وبيعتمد الكرز على مياه الأمطار، وهو مصنف ضمن الزراعات النظيفة. لأجل ذلك يقام للكرز مهرجان بمدينة قارة بمحافظة ريف دمشق. تفاصيل أكثر مع زميلتنا هالة السعدي. We'll be right back.
بالنسبة لمدينة قارة بتهتم كتير بالزراعة منذ القدم، وموضوع زراعة الكرز أخذ كتير حيز حتى صار تصديره لخارج سوريا، حتى لروسيا وللدول الأوروبية وصل تصديره، بيتميز بنوعيته الجيدة وبأسعاره الكتير مناسبة. عنا بحدود 1,200,000 شجرة كرز، المنتج منها 950,000 شجرة تقريبا. كان إنتاجنا قبل الأزمة مباشرة 3,600 طن، بسبب الأحداث اللي مرنا فيها طبعا انخفض لل 2,000 طن هاي العام. نتمنى إن شاء الله أنه بالسنين القادمة بجهد أخوتنا الفلاحين نرجع نحصل على 10,000 طن خلال سنتين أقل شيء. طبعا الإنتاج الأصناف معظمه 75% من الصنف بنك اللي شايفينه هوني. طبعا الفلاحين بسموه الصنف الطلياني نسبة له أنه جبناه فعلا من إيطاليا، بس بسبب هالبيئة الجبلية المميزة وهالطبيعة النقية وهالهواء النظيف وبيشرب أمطار ربانية مثل ما بيقولوا، حصلنا على أصناف أجود من الأصناف تبع المنشأ نفسها. نحن عنا هون بجبال القلمون على العموم بحدود 1,700,000 شجرة كرز. الإنتاج متوقع هاي 2011 كان بحدود 4,000 طن. السنة نتيجة ظروف الأزمة اللي مرينا فيها نزل شوي، صار بحدود 2,000-3,000 طن. هلأ من المتوقع بالمستقبل يصير عنا بحدود 10,000 طن. طبعا هذا منتج عضوي نظيف 100% خالي من أي مواد كيماوية. خصوصية المهرجان اليوم أو موضوع مادة الكرز أنه لهفة للجبال، للأرض، للزراعة، للعطاء، للجني المحصول. هذا اليوم أخذ طابع كثير عند الناس، فنحن من هالمنطلق كان مهرجان الكرز عنا لهون. الكرز اللي عنا يبدأ بالنواري الفرعوني، النابليون، الهيدروجين، البنج، الزهر، الزهر أبو خط، الأبيض، في أنواع كتيرة عندنا نحن كرز، بس يعني أغلبها ويعني طبعا هو الهيدروجين والبنج، وفي الفرعوني هلأ بيتأخر هو كتير وبيض الحجل، يعني في أنواع كتيرة طبعا نحن عندنا. بالزراعة هو أحسن شيء، بس بده صيانة، الناس فوضجية هون عم ينزعوا. أما شجر الكرز أحسن شيء أبدا، روس الشجر وفايته منيحة، بس بده حماية ودير باله للواحد أكتب هيك ما فيه. والله صرنا 42 سنة مسجرين، والحمد لله الله هيك سوى، يعني سوينا كرز منظوم والشجرة تحمل من فوق 20-15 صفحة. سلمى، وصلنا هلأ لمساحتنا القانونية، فكتير من المصطلحات يلي ممكن تصادفنا وممكن تكون مش مشكلة لابد من حل قانوني لها. لهيك وضمن هالمساحة بكل مرة مفهوم قانوني ممكن يكون قضية عند الكتار. مين رح يختار مجهر ضيوفنا؟ أكيد فرح، رح نحكي أكثر عن الشراكة المادية بالحياة، ممكن تحمل الكثير من علامات الاستفهام، سواء شراكة على ملكية أرض أو عقار وما يطلق عليه الملكية الشائعة. رح نتعرف أكثر عن تفاصيل هذا الموضوع مع ضيفتنا الأستاذة المحامية رنا ديب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير سلمى، صباح الخير فرح، يسعد صباحك عن جديد. يعني اليوم العنوان العريض لنا هو الملكية الشائعة، شو بنقصد فيها بالقانون السوري؟ نعم، نحن وقت بنحكي عن الملكية الشائعة نحن بنقصد فيها أنه بيكون في عنا أكثر من شريك يمتلكون عقار واحد أو منقول واحد، يعني أي نوع من أنواع المال. فلما بيكون في عنا شراكة بهذا النوع بيكون في عنا هدول الشركاء، هم شركاء على الشيوع، يعني كل شخص من هؤلاء الشركاء يملك جزء من هذا العقار أو هذا المنقول، ولكن هذا الجزء غير مفرز. يعني أنا مثلا عندي بيت، هذا البيت لا يملكه شخص واحد، يملكه عدة أشخاص، كل شخص من هؤلاء الأشخاص هو بيملك جزء من هذا البيت، ولكن ما بنقول أنه بيملك هي الغرفة مثلا، أو هو بيملك المطبخ وأنت بتملك الغرفة، لا، هو بيملك جزء غير مفرز، بمعنى يقدر بقيمة
قيمة حسابية، يعني نحن مثل ما متعارف بنقول أسهم، إنه أنت إلك لنفترض 10 أسهم، أنا إلي 9 أسهم، شريكنا الثالث إله عدد معين من الأسهم. عادة نحن عنا العقارات في سوريا نحن منقدرها بقيمة سهمية هي 2400 سهم، فلما بيكون في عنا شركة على عقار مثلا، وهذا الحكي طبعا يتطبق على المنقولات، فبنقول انه الشخص الفلاني بيملك عدد من الأسهم في هذا العقار دون ان يكون مفرز كل سهم من الأسهم. طيب خلينا نحكي عن أسباب الحصول على ملكية شائعة، يعني هل الشخص هو بيختار أنه يكون يملك هذا الشيء شائعا أو شريك فيه، أم أنه يجبر بحسب القانون على أنه يكون شريك في ملك شائع؟ هلأ أحيانا يكون هو مختار لهذه الملكية الشائعة بإرادته، وأحيانا يكون مجبر، وهذا ما يميز الملكية الشائعة عن غير أنواع الملكيات. مثلا هلأ نحكي بالتفصيل يعني شو الفرق بينه وبين غيره. مثلا الملكية الشائعة ممكن أنا يكون معي جزء من المال بستطيع اشتري فيه جزء من عقار ولا أملك ثمن العقار كامل، فبروح بعمل شركة مع صديقي مع أخي مع أي حدا آخر أنه لحتى يكون في عنا نحن الاثنين ملكية هذا العقار، أنا بحط اللي معي من المصاري وهو بحط كمان ما يملك من المال، وبالتالي نحن نكون شركاء في هذا العقار، فأنا بكون هون اخترت وإنه أنا بملك جزء من قيمة العقار. هون بيكون في عنا عقد بين الطرفين إنه نحن الاثنين بنملك هذا العقار، فنحن الاثنين بنكون شركاء على الشيوع هون بإرادتنا. في أحيانا تانية بيكون في ملكية الشيوع خارجة عن إرادة الشخص، بيكون شيوع إجباري، يعني مثلا لما بيكون في عنا تركة، لما بيكون في شخص متوفى ورثت هذا الشخص، هن مثلا بيملك هذا الشخص عقار معين، توفى هذا الشخص فالورثة بيكونوا هن يملكون شركاء على الشيوع في هذا العقار، هن ما اختاروا هذا الشيء بإرادتهم ولكن نتيجة وجود موضوع الميراث ووجود التركة فهن إجباري على الشيوع. في أحيانا شيوع إجباري آخر، مثلا هلا لما بيكون في عنا بناء في عنا عدد من الساكنين في كل بيت في ساكن، ولكن ملكية الدرج مثلا هي ملكية شائعة وهي الملكية الشائعة لا تقبل القسمة، يعني ما في نقول والله أنا بدي درجتين وجاري ياخذ البقية من الدرج، هي ملكية إجبارية مثل عنا المرآب مثل السطح مثلا، هون بتلاقي هدول القصص هن ملكية شائعة لكل سكان البناء وهذا الشيوع إجباري ولا يقبل القسمة. ففي عنا حالات كتير لموضوع الشيوع، حتى في عنا الوصية، شخص بده يوصي بأمواله لأكثر من حدا، فهدول الأشخاص كلهم هن شركاء على الشيوع مو بإرادتهم، هن بحق لهم يقبلوا ويرفضوا ولكن هو اختارهم ليكونوا شركاء على الشيوع، هذا نوع أيضا من الملكية الشائعة، فهي إلى أنواع كتير. هلأ إذا بدنا نحكي تحديدا عن قسمة الملكية الشائعة كيف ممكن تتم بشكل صحيح، في إلى ضوابط كمان للأمر، أكيد ما عم نحكي عن الملكية الإجبارية مثل ما حكينا مثل درج البناية تماماً. أو المرآب أو غيرهم تماما. هلأ الملكية الشائعة تقبل القسمة بطريقين، إما بطريق رضائي بين الشركاء، وأما إذا كان في خلافات بيكون بطريق قضائي من إحنا من اللو يعني عن طريق المحكمة. هلأ الفكرة إنه إذا كان بطريق رضائي بدهم يتفقوا هن في شيء إحنا عنا بالقانون اسمه مهايئة، هي المهايئة ممكن تكون زمانية وممكن تكون مكانية، لحتى وضح أكثر مفهومة بشكل بسيط يقدروا كل المشاهدين يفهموا شو هي المهايئة المكانية والزمانية. عنا لنفترض 4 شركاء مثال عملي بيمتلكوا بيت، فهن ما بدهم يفوتوا بموضوع المحكمة، في اتفاق انه نحن تعالوا نقسم هذا العقار ملكية زمانية. شو يعني ملكية زمانية؟ يعني انا بنتفع بهذا العقار لمدة سنة، بنتفع فيه كله، يعني انا بصير كأني مالكه الوحيد لمدة عام، طبعا ما بضر بمصلحتهم، ما بتصرف تصرف يدمر العقار او يأذي العقار بحيث اني يتضرروا شركائي، ولكن انا بستفيد منه وبنتفع فيه زمن معين، هي اسمها مهيئة زمانية، بهيئ هالعقار لنفسي زمن معين، بتنتهي هي السنة بينتقل انتفاع العقار للشريك الآخر، فبيكون كل شريك من الشركاء على الشيوع انتفع بالملكية ولكن بفترة زمنية محددة، بيكون هو الوحيد الذي ينتفع من هذا العقار خلال فترة زمنية محددة، بتنتهي فترته فبينتقل للشريك الثاني والآخر حسب كل واحد قيمة سهمه، يعني قد ايه بيملك عدد أسهم، انه انا بملك مثلا العدد الأكبر فانا ممكن انتفع فيه زمن أطول من غيري لانه انا صاحب الملكية الأكبر، انا بملك لنفترض العدد الأكبر من الأسهم. هي بالنسبة للمهايئة الزمانية. بالنسبة للمهايئة المكانية هي بتفترق عن المهايئة الزمانية، اثنيناتهم رضائية، يعني هي قسمة رضائية، انه انا عندي مثلا ارض معينة فباخذ جزء من هاي الارض بنتفع فيه، شريكي بينتفع بجزء اخر بمكان، يعني بمكان معين من العقار، بمكان معين من المنقول، فانا طبعا هذا الشيء بيكون رضائي بالاتفاق انه انا من وين لوين بحق لي انتفع، شريكي على الشيوع كمان شو هو المكان المخصص لينتفع فيه، هي بنسميها نحن مهايئة مكانية. فالمهايئة الزمانية والمهايئة المكانية هي نوع من انواع القسمة الرضائية، هون نحن ما
بنكون امام حاله خلاف بين الشركاء، هن بيتفقوا كيف ما بدهم يعني ينتفعوا بهذا الملك. طيب اما لما تفضلي طيب. سلام، هل هي المهيئه بتسجل نظامي؟ يعني طبعاً. هلا نحن بيقولوا انه هن اتفقوا بين بعض ولما اختلفوا لجأوا للقانون، هل نحن فينا نسجل هي المهيئه او هذا الاتفاق ويعترف عليه قانونيا؟ طبعا، اساسا هو لا يعترف الا اذا كان مثبت، يعني هي نحن في عنا شيء اسمه قسمه، تتفقي انت كيف بدك تتقاسمي، وفي عنا شيء اسمه تثبيت القسمه. تثبيت القسمه بده يكون تحت اشراف المحكمه وتحت خلينا نقول تصديق المحكمه وموافقه المحكمه، لانه احيانا انت بيكون في اتفاق رضائي على قسمة زمانية معينة، فيما بعد الاتفاق بصير في خلاف. طيب أنا لما ما بكون مسجلة هذا الاتفاق بشكل رسمي، كيف بدي أثبت أنه أنا اتفقت بيوم من الأيام مع مثل أي شيء مثل أي شيء رسمي، أي اتفاق رسمي، أي عقد بين طرفين دائما بحاجة لتوثيق وتثبيت وتحت إشراف الجهات الرسمية والمحاكم. فالقسمة الرضائية لازم تتثبت بالمحكمة، لأنه أحيانا لا يعترف بها، وإلا لا يعترف بها، لأنه في عنا بند قانوني بيقول أنه حتى لو كان في قسمة رضائية بين الأطراف بين الشركاء، فيما بعد شعر أحد الشركاء أنه هو مغبون، يعني مغبون بمعنى أنه انظلم بهي القسمة، كان بحق له نتيجة أنه هو دافع مقدار معين من الأسهم، فبحق له يستفيد أو ينتفع بشيء أكبر. فإذا ثبتت المحكمة أنه هذا الشيء صار في عنده غبن يتجاوز الخمس، فهون هي بتعوضه. هلأ أحيانا ما بتقدر تعوضه بقيمة، يعني تعوضه بالعقار نفسه لأنه بيكون خلص تقاسموه، ولكن بتعوضه بما يعادل الغبن اللي انغبنه مالا نقدا. بدي اقول شغله، انه لما بقول بستعمل انا مصطلح نقد، فهي المصاري اللي نحن بنعرفها. لما بقول مصطلح مال انا ما بقصد فيه بس النقود، عرف المال يعني حتى لغه، المال هو ما يميل اليه طبع الانسان ويقبل للادخار بحيث انا استعمله وقت احتاجه. فالعقار هو مال، المنقول مال، اي شيء اخر يقوم بالنقد يقوم له قيمه ماليه فهو مال. مشان ما يفهموني انه لما بستعمل كلمه مال انه انا بقصد النقود مثل ما متعارف عليه، يعني لا، المال قانونا هو أي شيء ينتفع فيه مثل ما قلت، هو ما يميل له طبع الإنسان، ومن هون إجت التسمية يعني. فالبيت، الأرض، السيارة، جميعها تندرج تحت إطار المال، سواء كانت عقار ثابت أو منقول يقبل النقل ويتحرك. إذا بنحكي عن الإشكاليات، أغلب الإشكاليات اللي ممكن تواجهكم بها مثل هي الدعاوي، سواء قبل الاتفاق أو عفوا بعد الاتفاق. نعم، هلا في كتير اشكاليات. اكثر شغلتين بموضوع الشيوع، عاده معظم الدول يعني حتى العقل السليم كتير بموضوع الشيوع حساس، يعني ما بيفضل انه يضلوا الشركاء مالكين على الشيوع، لانه عاده لانه نحن عم نتعامل مع اشخاص، فعاده بصير في اختلاف في وجهات النظر، فبصير في اختلافات. فهو بيجي القانون بيقول لك انه اي شريك بيقرر انه يقسم المال الشائع يحق له ان فورا قسمه المال الشائع، الا في حالات انه مثل ما انا قلت في شغلات إجبارية ما فيك تقسميها، مثل الدرج، مثل المرآب، مثل السطح. وفي أحيانا بيكون في اتفاق من الأساس أنه أنا بدي أتشارك معك على الشيوع، ولكن أنا ما بدي أقسم هذا الشيوع لمدة، لنفترض عطى القانون سقف للاتفاق هو 5 سنين، يعني أكثر من 5 سنين لا يحق للشركاء الاتفاق أنه نحن ما بدنا نقسم هذا الملك الشائع، لأنه عادة بعد 5 سنين إلا ما يكون في خلافات وإشكاليات. أحد الإشكاليات اللي بتواجهنا أنه وجود قاصر في عملية الشركاء، يعني أكثر شيء بنلاحظه هي القصة بالميراث، أنه شخص توفي وعنده ورثة، واحد من هدول الورثة تحت 18 سنة، فهو قاصر قانونا قاصر. القاصر بالقانون ما بيحق له يدير أمواله لأنه هو غير كفء. فدائما لما بيكون في عملية قسمة للشيوع لازم يكون في وصي معين من المحكمة بحل محل هذا القاصر، ولا تتم القسمة إلا تحت إشرافه يعني. وحتى بعد ما يكون تم عملية القسمة وجود الوصي، لازم هي القسمة، هي الورقة اللي نقسم من خلال العقار، تتصدق من المحكمة وتجيز المحكمة، وإلا كان التصرف قابل للإبطال. يعني لما هذا القاصر بيجي بيعترض على التصرف، فبيكون الحق معه إذا ما كان التصرف مصدق من قبل المحكمة عملية القسمة. طيب أستاذة رنا، خلينا نحكي شوي عن الشركات كمان. نعم. هل هذا الشيء بيندرج عليهم باعتبار فينا نعتبر أنه الشركات والشراكة فيها شيوع؟ تمام. هلا هي بتختلط المفاهيم، انه دائما بيقولوا انه الشركه هي شيوع، الحقيقه هي مختلفه تماما عن الشيوع، ولو انه فيها اشياء متشابهه بين بعضهم. يعني نحن بكل الاحوال سواء كنا شراكه او كنا شركاء على الشيوع، في عنا مال اللي هو عقار، اللي هو ارض، اللي هو اي شيء مشترك عده اشخاص بادارته بملكيته. الفرق الجوهري انه نحن وقت منفوت بموضوع شركه، اول شيء منفوت عن طريق عقد فقط، يعني انا بقرر اعمل شركه مع شخص، فانا بصير شريكته، بيكون دائما
هدف ربحي تجاري، يعني انا لما بعمل شركه بيكون هدفي استثمر اربح اخذ مثل ما بيقولوا مال من هي الشركه، ولكن الشيوع هو مجرد فكره التملك. يعني انا لما بكون شريكه على الشيوع ما بيكون هدفي تجاري، انا ما معي حق بيت كامل، معي نص حق البيت وشريكي معه نص حق البيت، فانا بتشارك معه بغرض اني اتملك هذا البيت، ما بيكون عندي اهداف ربحيه. الشركه بتخضع لقانون التجاري، يعني من ناحيه تصفيه الشركات، اداره الشركه، اي مشاكل بتواجهنا ونحن عم نتعامل مع شركه فنحن تحت سقف القانون التجاري. اما الملكيه الشائعه هي شيء مدني، يعني احنا تحت القانون المدني اللي بيحكمها قواعد القانون المدني وليس قواعد القانون التجاري. الشركه هي شخصيه اعتباريه بذاتها، يعني نحن لما بنكون عندنا شركه فهي الشركه هي مو فلان وفلان وفلان، يعني هن الشركاء ولكن هي شركه كذا، فهي شركه اعتباريه. لانه احيانا بتلاقي حدا دائن، يعني دائن اخذ يعني لها ذمه ماليه يعني تجاه هذا الشخص. الشركه لها ذمه ماليه وليس الشريك على الشيوع، يعني وليس احد الشركاء خليني أقول. فمشكلته هو بيحلها مع الشركة، بجوز تكون ممثلة بمديرة، هن بيعينوا شخص بيمثل هاي الشركة. أما نحن بملكية الشيوع يظهر دائن لشريك، فهو ما له علاقة بالشركاء الآخرين. يعني واحد من الشركاء على الشيوع مدين مصاري أو آخذ مصاري من فلان من الناس، فعلاقة هذا الدائن مع المدين هي علاقة شخصية، ليست علاقة تشمل بقية الشركاء بعكس الشركة. ففي اختلافات كبيرة بين الشركة وبين الملكية على الشيوع. نعم أكيد. نحن كمان استاذة رنا بدنا نشكر وجودك معنا لليوم، بدنا نشكر جميع النقاط اللي قدرتي توضحيها اليوم من خلال هي المساحة اللي جمعتنا سوا. بدي اشكر وجودك معنا لليوم. شكرا لك. شكرا لك فرح. شكرا سلمى. أما هلأ سلمى فصار الوقت لحتى ننتقل إلى غرفة الأخبار للإطلاع على آخر وأهم المستجدات على الساحة السياسية العربية والعالمية مع زميلتنا ليمونة صالح. شكرا لك فرح وسلمى. إذن مشاهدينا موجز لآخر وأهم الأخبار. أسعدتم صباحا. تم إخراج الدفعة الثانية من الإرهابيين الرافضين للتسوية وعائلاتهم من ريف القنيطرة باتجاه شمال سوريا على متن 48 حافلة من ممر جبة. ومن المقرر تسوية أوضاع المسلحين الراغبين بالبقاء بعد إخراج جميع الإرهابيين الرافضين للتسوية، ومن ثم إعلان محافظة القنيطرة خالية من الإرهاب. في بلدة نوى بريف درعا الشمالي تم إخراج دفعة من الإرهابيين الرافضين للتسوية مع عائلاتهم باتجاه شمال سوريا. وأفاد مراسل الإخبارية الحربي من أطراف مدينة نوى بأنه تم إخراج 250 إرهابيا مع عائلاتهم ممن رفضوا التسوية، وذلك بواسطة 20 حافلة تنفيذا لاتفاق يقضي بإخلاء المدينة من جميع المظاهر المسلحة وعودة مؤسسات الدولة إليها. ومن المقرر أن يتم اليوم استكمال إخراج باقي الإرهابيين الرافضين للتسوية مع عائلاتهم من نوى. استقبل أهالي مدينة اللاذقية الدفعة الثانية من أهالي بلدتي كفرية والفوع القادمين من مركز جبرين للإقامة المؤقتة في حلب. وأوضح مدير مجمع الرسول الأعظم الشيخ أيمن زيتون أنه سيتم تأمين السكن المناسب لأهالي كفرية والفوع في سقوبين ورأس البسيط وصلنفة وتوفير كل الخدمات الأساسية لهم من صحة وتعليم وغيرها. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرة مسيرة أطلقت باتجاه مطار حميميم من منطقة سيطرة التنظيمات الإرهابية في محافظة اللاذقية. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن وسائل مراقبة المجال الجوي المنتشرة في قاعدة حميميم رصدت طائرة دون طيار تم إطلاقها من مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية شمال محافظة اللاذقية باتجاه القاعدة، حيث تصدت لها الدفاعات الجوية الروسية ودمرتها على مسافة بعيدة.
إلى خبرنا الأخير، حيث ارتكب طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة من خارج الشرعية الدولية مجزرة جديدة بحق السوريين راح ضحيتها عدد من أهالي بلدة السوسة بريف مدينة البوكمال جنوب شرق دير الزور. وأفادت مصادر أهلية بأن طيران التحالف الدولي استهدف بغارة جوية مجموعة من المدنيين الفارين من بلدة السوسة باتجاه البادية هربا من القصف الجوي العشوائي للتحالف ومن بطش إرهاب بتنظيم داعش الذي يسيطر على البلدة. انتهى الموجز. أما هلا مشاهدينا معكم وبرفقتكم حنعود لصباحنا غير ومتابعة باقي الفقرات مع الصبايا. رجعنا لكم فرح وسلمى. شكرا لك زميلتنا ليمونة صالح من غرفة الأخبار، ومكملين ووصلنا أكيد لآخر فقرة من صباحنا غير. أكيد فرح أنك تبدأ بتطوير محيطك ومجتمعك، هو الخطوة الأولى يلي بتكون وبتتكون من طاقات الشباب، وهي الهدف يلي بدأوا فيه وما زالوا مستمرين شباب الغرفة الفتية الدولية، من عناوين بتلامس الواقع وأفكار بسيطة، ومن قلب حياتنا عم بيحاولوا بكل خطوة طرح ثقافة جديدة أو تعزيزها. مثل الفل، هي فكرة ذكية صارت حملة مهمة للتوعية بأهمية الحفاظ على نظافة مدينتنا يلي عم يتوجهوا إلى حاليا شباب الغرفة الفتية الدولية من خلال أنشطة المتخصصة بالنطاق المجتمعي، وأيضا كثير من المشاريع ضمن برنامجهم لهذا الصيف من خلال روعة أبو الشامات نائب رئيس المحلي. انطلق تطوير المجتمع بالغرفة الفتية الدولية وأيهم وراق مدير مشروع مثل الفل، أكيد رح نتعرف من خلاله أكثر على المشاريع، لكن قبل هذا الشيء أكيد رح نتعرف عن هي الحملة وضروري نحضر هالفيديو مع بعض. فرحة مثل ما تابعنا بالفيديو السابق مثل الفل، هي فكرة بسيطة كتير وجديدة، رح نتعرف أكثر على المعنى الكبير ونبلش معك أيهم ونحكي أكثر عن الحملة. صباح الخير أولا. يسعد صباحك. مشروع مثل اللي هو هدفه بشكل بسيط ما حكينا، تفضلي حضرتك. احنا هدفنا بشكل رئيسي رحنا نحاول نوصل لليوم مجتمع أنظف عن طريق الشوارع العامة ومرافق العامة. رحنا فينا بكل بساطة اليوم المواطن يكون شريك ومساعد اللي هو للجهات الحكوميه مثل المحافظه وبلديات، هو عن طريق بس حاول ما ينكب رحنا نرمي الاوساخ والمخلفات معنا باي مكان عشوائي.
نحاول لو نحتفظ فيها شوي لأقرب مكان مخصص هو مثل السلات الموجودة نحاول نكبها، بس إنه هذا الشيء نحن بيحافظ على نظافة الشوارع. مثل ما بنعرف مثل ما شفنا الأوساخ الهواء وقت عم يطلع أوساخ شو عم يطير هواء، شوارعنا نظيفة، رحنا اسمها شام، شام الياسمين والفل، فلازم تكون مثل الفل يعني. أكيد. هاي الفكرة احنا الرئيسية للمشروع. أكيد كمان ننتقل لروعة ونفهم من حضرتك أكثر اليوم الحملة قديش هي جزء كتير كبير من نطاق تطوير المجتمع، من أنشطة تطوير المجتمع بالغرفة الفتية الدولية. خبرينا أكثر شو الأنشطة اللي عم تحملوها معكم. نعم، صباح الخير وشكرا لاستضافتكم أول شيء. بالنسبة لمثل الفل هو أكيد أحد المشاريع والأنشطة اللي قائمة بنطاق المجتمع ضمن الغرفة الفتية الدولية دمشق. مثل الفل هو مشروع هدفه الحفاظ على نظافة المدينة، مثل ما كتير مشاريع بقلب النطاق المجتمعي بتهدف لإعادة بناء الإنسان. نحن اللي طلعنا فيه ببداية السنة هو فكر باستدامة وتصرف بمسؤولية، فهذا الشيء هو مسؤولية على عاتق كل شخص فينا وعلى كل فرد بالمجتمع. لذلك فمشاريعنا أكثر متجهة لإعادة بناء الإنسان من كل النواحي، مثل الفل عن نظافة المدينة، عن مشروع طلب كفايتك هو بيحكي عن الحفاظ على الطعام من الهدر، عندنا مشروع سوبر وومن اللي هو يعنى بالنساء الناجيات من السرطان، دعم نفسي كامل لهم. إضافة انتهينا مؤخرا من مشروع آي اللي هو بيستهدف المكفوفين، عملنا لهم دورات وأخذوا تمويل وفتحوا مشروعهم الخاص، وكثير مشاريع بالإضافة لإلى في عنا جيسي آي فورست كمان لإعادة الأحراج المتضررة. وحاليا نحن عم نشتغل على مشاريع تانية بتخص المتقاعدين، بتخص الموهوبين من المراهقين، وأكيد إضافة لمشاريع هادفة تعنى بالكل شيء بخص الأطفال والنساء والمتقاعدين بكل الفئات المجتمعية. يعني رح نحكي أكثر عن بالتفصيل يمكن عن هاي المشاريع، ولكن اليوم شوي عم نضيء أكثر على مثل الفل. يعني مثل ما شفنا أيهم تفاعل الناس معكم يمكن في عنصر مفاجأة أنه الشخص ما أنه متوقع، خصوصا أنه أنتوا عم تصوروه بكاميرا خفية، ما أنه متوقع أنه أنت مجرد هو عمل هذا التصرف البسيط رح يكون فيها الفرحة حواليه وفيها الناس وهذا الشكر. قدي لعبتوا على هاي القصة؟ تمام، هاي الفكرة. يعني حاولنا نكون شوية متفاعلين مع الناس، لأنه حاول الفكرة بالنهاية لازم رحنا نشتغل مع الناس، عشان هيك حتى هو شعارات رئيسية رحنا للمشروع أنا بدي ساهم وأنت لا تقول ما وقفت علي. رح نحاول نوصل لفكرة اليوم أي فرد بالمجتمع، هاي كتير مهمة هاي الجملة، ما تقول وقف علي. تمام، هاي الفكرة أنه رحنا أي فرد اليوم أي مبادرة صغيرة، أنت فعل صغير ممكن نعمل كتير مساهمة كبيرة. فرحنا حطينا الكاميرا نشوف ردة فعل العالم، انتو كيف رح تشوفوا؟ طب هي الفكرة، احنا اليوم كنا بمول، طب خلينا نعتبر حالنا رحنا اليوم ماشيين مثلا بحديقة او بشارع. طيب الأهم من ذلك، هل رحنا فعلا السلوك الصحيح؟ رحنا نشيل شيء ولا السلوك الصح اساسا ما نكب؟ فرحنا في شيء عنا لماشيين، رح يكمل المشروع عنا كتير مبادرات، رح نمشي بالتدريج لنوصل فكرة لا هو الأساس كان مفترض ما نكب. أحسن ما رحنا نقول ليش حدا يبعد الأزخ، يعني رحنا حطينا مثل الموزة إنه هي شيء مثلا مؤذي، طب رحنا بس الموزة؟ طب حتى صدقوني ممكن أناني بلاستيك، المحارم، أي شيء هو عم يوسخ الشارع، عم يعمل تلوث، وهو بالنهاية عم ضرنا جميعا، هو ما له موجه لحدا فرد رح يستفاد أو ينضر من هذا الشيء بشكل مباشر، هو بشكل جماعي رح يكون. نعم، كمان حكينا روعة عن الأنشطة يلي عم تشمل جميع الفئات العمرية، مراهقين، متقاعدين، بالغين، وأيضا طبقة ومستوى كتير كبير من النساء. لكن اليوم إذا بدنا نحكي بشكل تحديدي عن مشروع مثل الفل، قد هو فعلا مساهمة كمان كتير كبيرة بتطوير الغرفة الفتية وتطوير جميع أنشطتها؟ تمام، بالنسبة لمشروع مثل الفل أكيد هو مشروع مهم. نحن اليوم كمان في عندنا حملة عالمية World Cleanup Day بده يصادف ب 15/9، حيبتدي من اليابان لهاواي بيوم موحد. كل غرف الجسي آي الموجودين نحن ب 120 دولة بالعالم رح يكون بهذا التوقيت، نحن عم نقوم بحملة تنظيف شاملة بكل مدننا بكل محافظاتنا.
فهذا الهدف انه نحن اليوم بمثل الفل هذا المشروع مهم على صعيد الغرفة وعلى صعيد المجتمع بشكل عام. وقت نحن نبادر من انفسنا وقت التغيير يبدا منا، التغيير الايجابي يبدا من كل فرد فينا، بالتالي هذا حينتقل لنطاق اوسع. الموضوع مثل دوائر عم تكبر، بالوقت بنبدا نحن بالتغيير اكيد حينتقل هذا التغيير للاخرين. هذا هو هدفنا فعليا، نحن نخلق هذا الاثر الايجابي ضمن المجتمع. فلذلك مشروع مثل الفل بمبادراته المتنوعه اللي بتهدف على الحفاظ على نظافه المدينه بكل اطيافها، على الحد من استعمال البلاستيك، على كل شيء ممكن يضر بالبيئه. اليوم نحن من حقنا نعيش ببيئه صحيه اكثر، من حقنا نعيش ببيئه نظيفه قدر الامكان. يعني دائما النشاطات الغرفه الفتيه بشكل عام هي نشاطات نابعه من احتياجات المجتمع، ايضا نشاطات عالميه بتشارك فيها الغرفه الفتيه مثل الفل، هي شيء نابع من مجتمعنا السوري وحاجه اساسيه لازم تكون موجوده اصلا مثل ما قلت بالبدايه، ما لازم نتناقش فيها. هل في داعمين لكم بالفكره؟ هلا احنا في اول داعم رئيسي هو شريك استراتيجي للمشروع، هي محافظه دمشق. هي اعطتنا كل الموافقات والتسهيلات وحتى لاحق من شمن نفذه، فهي اول شركاء لنا رئيسين. هلا بالاضافه في عده هلا داعمين هلا عم نعمل معهم تواصل في طور احنا اتفاقات النهائيه، يقدموا لنا كمان شيء المادي. احنا بحاجه شويه ادوات لننزل، افكارنا لسه اللي حابين نطبقها في بحاجه عده ادوات بدها، فبتكلف لها شويه تكلفه. فهلا في لها داعمين ثانيين بطور النهائي ان شاء الله. كمان ايهم خلينا نحكي بالتفصيل، يعني اليوم نحن بدينا مشروع مثل الفل بهذا المول، لكن اليوم في اجزاء كثير كبيره من الشام فعلا بحاجه مو بس لحمله مثل الفل، يكون في ألف حمله مثل الفل، لانه عم نشوف مناطق كثير حلوه للاسف فيها تلوث، للاسف ما في انتباه من وعي من قبل الناس للمحافظه على نظافتها، فكيف بتحبوا انتم تكبروا هذا المشروع؟ تمام. هلا اول شيء احنا بلشنا بالمدارس، دائما فئه الاطفال هن اهم فئه بالمجتمع، هو الجيل الناشئ بالمجتمع. فاحنا اليوم بلشنا بالمدارس، رحنا اربع مدارس حكوميه، عملنا معهم انشطه وتفاعل نحاول نوصل لهم هالفكره، حاولنا كمان معهم رح ننظف الصف معهم يعني بس ياخذوا هالفكره هذا المفهوم. بالاضافه بعد ما عملنا الفيديو في عندنا شيء كمان فيديوهات ثانيه قادمه عم نعملها هلا، بالاضافه رح ننزل على الحدائق العامه الجنايه، رح نعرف بالصيف يوم الجمعه بالحدائق العامه هو سيران مقدس لكثير من العائلات، فرح ننزل كمان لعندهم. في عندنا هلا كمان مشاركه بمهرجان شام تجمعنا، كمان ننزل مع العالم نتفاعل معهم نحاول نشرح لهم. بالاضافه كمان رح نعمل مثل شيء مخصص للسيارات، اكياس اقماش صديقه للبيئه، هي مخصصه ما لها موجوده او ما لها منتشره فكرتها عنا بسوريا، نحاول احنا نوزع منها ننشر هاي الفكره. رحنا فينا نحط كيس بشكل مرتب جوات السياره، ورحنا بدل ما نكب من الشباك نعبي هذا الكيس نستهلكه، وهذا الكيس قابل للاستهلاك اقل شيء سنه بشويه محافظه، ما له شيء نايلون انه بس عبيتيه بتكبي، لا بتعبى وفيك تفضيه وترجعي بالسياره. بالاضافه اللي حكيت عنه قاسي روعه، في عندنا ب 15 ساعه هي حمله عالميه، اليوم عدد المشاركين المتوقع على الغرفة حسب الويب سايت العالمي تبعنا فوق 30,000 مشارك رح يكون بهذا اليوم حول العالم، مثل ما هي رح تكون من اليابان لهاواي بنفس التاريخ نفس اليوم. وهي الحملات رح تنزع مناطق رح نعمل فيها حملة تنظيف وتركيز، أكيد بالمشاركة مع جمعيات تانية بالمجتمع المدني، وأساسا هو الأهم هو دعوة سكان المنطقة اللي ينزلوا معنا يشاركونا، لأنه الشغل كلياتنا مع بعض، لأنه دائما المشاريع إذا بتضل هي شيء فردي دون مشاركة مجتمع ما رح تنجح. أكيد عنصر النجاح فيه هو العالم يشاركونا، هن يساعدونا، مو رح نشتغل لحال، أوكي صار شيء منيح بس أثره رح يكون لساعات قليلة، أما مشاركة المجتمع معنا والعالم هن يشوفوا بشكل إيدهم هن يجربوا هن يكونوا معنا شركاء، فبظن هو ممكن الاثر يكون لفترات اكثر ونوصل هدف اللي نحلم فيه رحنا كلياتنا. اكيد يعني دائما روعه نشاطاتكم بشكل عام بتشكل هيك مثل ما فينا نقول بذره صغيره، بذره خير وبتكبر. بعد مثل الفل شو بالقريب العاجل اللي عم تشتغل عليه الغرفه الفتيه وتحديدا نطاق تطوير المجتمع؟ تمام. هلا مشاريعنا القادمه مثل الفل طبعا مستمر لنهايه السنه، لانه يعني هو حاجه مجتمعيه جدا ملحه وبحاجة لوقت أطول نحن العالم لحتى تتعود أكثر أنه فعلا تحافظ على نظافة مدينتها.
بالنسبة للمشاريع القادمة بإذن الله، نحن عنا حاليا عم نحضر لإيفنت مهم بخص الأطفال، بخص المهن، إنه اليوم الأطفال يتعرفوا على المهن، وين اي جرو اب اسمه، هو لما أكبر بيدخلوا على مكان يتعرفوا فيه على كل المهن والحرف اليدوية. إضافة عم نحضر لمشروع بخص المتقاعدين، اليوم هن يكونوا خبراء للشباب، بيجي لنا بالنهاية هو متقاعد ما خلص دوره بالمجتمع، أكيد له دور، مو أنه تقاعد خلص هو قاعد بالبيت وانتهى، لا أكيد له دور لازم نتابع معه. في عنا كمان مشروع بخص سلسلة محاضرات طبية بتخص كل شيء أنواع الطب والصيدلة، بحيث أنه يصير في توعية أكثر عن مواضيع معينة وشائكة جدا بهذا الموضوع. بالإضافة أنه نحن مكملين بمشاريعنا سوبر وومن، اليوم المرأة الخارقة اللي يعنى بالنساء الناجيات من السرطان، كمان بمراحله يعني قربنا للختام فيه. مشروع هادف عم بيخلي السيدات الناجيات من مرض السرطان يتفاعلوا أكثر مع محيطهم، ينضمجوا ضمن مجتمعهم. اليوم مشاريعنا منوعة وعم بتكون يعني عم تستهدف كل فئات المجتمع، مثل ما تفضلتي أنسة سلمى، أنه هو نحن عم نحاول نزرع بذرة صغيرة لننطلق فيها لاحقا، أو نحرك المجتمع المدني عموما أنه هو يشتغل بهي الأفكار ونتساعد كلياتنا لنبني مجتمع أفضل. أكيد نحن بدورنا بنتمنى لكم كل التوفيق، بدنا نشكر وجودكم معنا لليوم، وأكيد نحن ناطرين كل شيء جديد. شكرا لكم. شكرا روعة، وأكيد بلدنا مثل الفل دايما بالنشاطات وبالهمة تبعكم. شكرا لكم. أكيد سلمى مع هي الحملة المميزة مثل الفيلم نكون أكيد وصلنا لنهاية برنامجنا الصباحي لليوم. بدنا نتمنى لكم بقية نهار ممتع يحمل كل النجاح بدراستكم أو بأعمالكم. موعدنا بيتجدد كل يوم بتمام الساعة 9 صباحا، الإعادة بتمام الساعة 1 ليلا. اليوم لبكرة تبقوا بألف خير، نهاركم سعيد، نهارك سعيد. نهارك سعيد فرح. أكيد لكل يلي حابب يشاركنا بفكرة أو اقتراح، نحن معكم عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. يا رب هاليوم يكون حامل كل شيء بتتمنوا. أكيد تحيتنا دائما وأبدا لحماة أديار أبطال وصناع النصر على الجغرافيا السورية. تبوا بألف خير وباي باي.